وراح نكون في الاجواء الاتحاديه استاذ جمال عارف المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد تحدث في مراسلنا عبد الله راشد في جده عن بعض الامور اللي تخص المركز الاعلامي بلاد الاتحاد. مشاهد ليش جمال عارف وافق في هذا في هذا التوقيت؟ هذا سؤال مهم جدا حقيقه، اشكرك عليه. شوف اللي هو محمد بن داخل حقيقه من الاتحادين اللي انا عايشته من فترات طويله. يمكن الناس اللي ما تعرف محمد بن داخل، اللي هو محمد بن داخل، فهو رجل حقيقه خدم الاتحاد حتى من خلف الكواليس. انت لاحظ في كل مباريات الاتحاد مع اي رئيس كان اللي هو محمد بن داخل يكون متواجد لنادي الاتحاد بغض النظر. ما يبحث محمد بن داخل انه يكون رئيس او شيء، جاي انه يخدم نادي الاتحاد. هو كما خدمه إداري، وأنا أعرف الكلام هذا. أنا أتذكر موقف للواء محمد بن داخل قبل يمكن 16 سنة أو 17 سنة تقريبا أو 20 سنة تقريبا، كان في لعيبة ما بيحضروا التمارين، فكان هو يروح لبيوتهم يجيبهم. كان كإداري أو مسؤول أو مشرف، كان يروح لبيوتهم يجيب اللعيبة. فهذا الرجل حقيقة يعني الواحد يتشرف أن يعمل معه. يمكن أنا حقيقة اعتذرت في إدارات سابقة ما قدرت أعمل معهم، لكن مع إدارة اللي هو محمد بن داخل العمل شفاف وواضح. وبعدين إحنا نعمل مع مين؟ مع واحد اتحادي له تاريخ كبير في نادي الاتحاد. صراحة جمال عارف ما انتقد محمد بن داخل أبدا في كتاباته إطلاقا. حتى قل ترى على فكرة اللي هو محمد بن داخل من قبل 25 يوم هو يتكلم معايا على الرغبة إنه أكون، وأنا كل مرة أعتذر حقيقة لأني أنا أشعر نفسي كصحفي وكإعلامي أكثر من أشعر. لكن الرجل لما نادي الاتحاد يحتاج، وبالذات مع في عمل مع اللي هو محمد بن داخل، لأن حقيقة يعني رجل شفاف وأعطاني الصلاحية الكاملة في العمل المركز الإعلامي، وأنا حقيقة أشكره وأتمنى أن يكون إن شاء الله عند الثقة اللي أعطاني إياها هو أعضاء مجلس الإدارة. بس على كذا كتابات جمال عارف الحين عند الاتحاديين ربما ما يتابعونه لأنه ما حينتقد الإدارة بحكم أنه صار في الإدارة. شوف هذا كلام صحيح. كلام صحيح، بس انا لما اذا ما انتقدت الاداره او يعني مثلا يعني تعاملت مع اني انا مثلا كاتب، انا كاتب في 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 وقت، ولكني في الاداره اقدر اتحدث بصراحه واقدر اتكلم مع الاداره طالما اني انا بواجهها بشكل يومي وبشكل وبالذات اللي هو محمد داخل. ترى على فكره انا يعني يمكن ما يعني يمكن الفتره ما هي طويله، ترى بالنسبه لي انا الفترة ما هي طويلة إن أنا أعمل، لكن الفترة الحالية تحتاج إن الاتحادين يتكاتفوا. وبالتالي أنا وجدت إن العمل مع محمد بن داخل عمل ممتاز واضح. وليش؟ عشان هو جاي بدون أجندة، للأمانة جاي واضح. الرجال يبغى يعمل، وترى على فكرة قريب مع كل الاتحادين، ويعني وتواصل، ويمكن رجل توافقي مع غالبية الاتحادين. تسأل عن الإيميل حق البرنامج، يطلع على الشاشة باستمرار، وأذكر كرة@روتانا.net هذا الإيميل اللي حاب يشارك معنا، يرسل هاتف ورقم الهاتف وإحنا راح نتواصل معه وراح ننسق موضوع تواجده معنا في الأستوديو. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.